من أراد الطمأنينة وأراد أن يرضى الله عنه وأراد الشيطان ينزاح عنه وأراد الهم أن يرحل من صدره وبيته وعينه، إذا أراد الفرح في القلب ليستقر سعيدا ويقوى بدنه وينور الله وجهه وقلبه ويريد الرزق، يريد الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ما علاقة الرزق بالصلاة؟ الذكر بالصلاة، الذكر الصلاة ذكر، ومن داوم الذكرى والصلاة يرزق، لا يمر عليه هم ولا غم. من أراد أن يشعر بالمراقبة ومن أراد دمعة الخلوات، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عن عيناه. من أراد أن يفتح الله له أبواب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. من كان يريد الهيئة، الهيبة والوقار والنور في الوجه والصلاح في الذرية، من أراد حياة لقلبه وأراد جلاء له وأن يحط عنه الذنوب، والله ولو بلغت عنان السماء ويريد الذنوب أن تنحط، فليداوم على الذكر ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه، ويذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويردد لا إله إلا الله، فهي أجمل الذكر. وهنا قال أهل العلم فائدة: الذكر لا يكون بالصمت، يشترط في الذكر أن تتحرك الشفتين وأن يتحرك اللسان ويسمع نفسه. ولذلك الصمت حتى في الصلاة، يكبر ويقول هكذا، ما تقرأ؟ قال أقرأ بقلبي. القراءة والذكر لا بد فيها من تحريك الشفتين واللسان. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله جل وعلا يسير على من يسره الله عليه، ولك بعض العبادات في الدعاء مضاعفة. من فقهها أن بعض الطاعات مضاعفة. حبيبنا في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أمي وأمك، عندما خرج منها لصلاة الفجر وعاد إليها الضحى وكانت عندها النوى وتذكر الله، وذكرها لله كثيرا كثيرا كثير، تصور واحد يذكر الله من بعد الفجر إلى 9 الصباح، الله أكبر. بعضنا يا أحبابي حتى صلاة الضحى ما يصليها، وهي صلاة الأوابين، وهي التي تسدد الفواتير العافية، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حتى قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال لها الحبيب عليه الصلاة والسلام: أما زلت على الحال الذي تركتك عليه، أي تذكرين الله؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت 4 كلمات بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ، أي منذ الصباح، لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا من فقه الدعاء. معنى ذلك أن تقول: أحيانا أذكر الذكر المضاعف، ليس عندي ورد، لابد أن أقرأ في القرآن، ولكني عجزت أن أقرأ، أن أجلس للقراءة، ردد الفاتحة 3 فإنها تعدل القرآن، ليس عددا بالحروف إنما أجرا. أيضا رددها 10 مرات. وقد حسن الألباني حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الصمد قل هو الله أحد، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. كيف تستطيع أن تخرج من الدنيا ولسانك رطب؟ إلا أن يكون اللسان في جميع الحالات حتى على جنبك. لماذا أحبابي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 34؟ لماذا تثقل على بعضنا ويتثاءب عند النوم فلا يقولها؟ لماذا آية الكرسي وآية الكرسي تجعل عليك حارسا وفي شعارك ملك وعلى رأسك ملك؟ لماذا ثقيلة على بعضنا؟ لماذا لا نجمع الأكف كما كان الحبيب يجمعها، ثم ننفث ونقرأ المعوذتين وننفث على البدن ونرقي أنفسنا؟ لماذا البعض إذا وضع جنبه فورا جاه النوم، ولو أنه أراد يذكر الله ما كمل التسبيحات 30 الأولى أو 33 الأولى؟ إن الشيطان يكسلنا، فاستعيذوا من عدوكم. أيضا في الحديث الآخر: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة، رواه مسلم. الله أكبر. الذنوب كثيرة، أوحشتك 100 تسبيحة سبحان الله سبحان الله
سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي تسبيح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فتجمع التسبيح والتحميد والاستغفار بدعاء واحد، أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسبيح واستغفار واتهام للنفس بالتقصير وتحقيق للعبودية، كل هذا بذكر الله. نعم، فكفر عنك جبال الذنوب، ولا يهلك على الله إلا هالك. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لك. أستغفر الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ما ولذلك من كان يستغفر لا يهلك، بل هي أمان من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحبابي، لو قيل لأحدنا أن هذا العام الجديد، الله يمد في أعماركم على الطاعة، هو آخر عام لك، لتغير ورده ولا لا؟ ولا أطال السجود والقيام، ولا ذكر الرحمن وتغير ذكره، ولا ختم القرآن في كل 3 مرات. بعضنا ليس في ورده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. أن يبتعد الشيطان عنك، ولا يكون على الأرض رجل خير من عمل عملا من الذكر خيرا من عملك إلا رجل فعل فعلك. وأيضا ورد في فضلها أنك تكون كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تترك الذكرى، ولو كان بذكر يكرر، فردد وكن من الذاكرين الله كثيرا. لذا أحبابي، من هو الذاكر؟ قال بعض أهل العلم، قال ابن عباس، أولا نبدأ بقول ترجمان القرآن، يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وأذكار الصباح والمساء وفي المضاجع وإذا أرادوا النوم وعندما يستيقظون من النوم وكلما غدوا وكلما راحوا من منزل إلى منزل ذكروا الله. باقي شيء يا أحبابي؟ ما بقي شيء. أي أنه يقول حتى تكون ذاكرا لله، فمن يوم أن تفتح عينك وأنت في ذكر حتى تضع جنبك، وفي تغير الأحوال يزداد الذكر، عند الطعام يذكر، عند الفراغ يذكر، عند الخلاء يذكر. بل قال بعض أهل العلم: لماذا يقول الإنسان عند الخروج، وقد ذكر في السنن بعد أن يخرج من الخلاء، لأن فترة الخلاء توقف، ولذلك ورد النهي عن إطالة المكث في الخلاء وعلى النجاسة أو في دورها وأكنافها. وبعض الناس يطيل يغتسل في دورة المياه 1/2 ساعة، وهذا معناه حرمان 1/2 ساعة من ذكر الله. اغتسل في دقائق واخرج، لا تمكث طويلا. قال: لماذا ورد في السنن أن يقول الإنسان غفرانك، أي أستغفرك يا ربي عن انقطاعي عن ذكرك وجوبا، لأني كنت في مكان لا يليق أن أذكرك فيه.